يعني منذ اليوم الأول لإقرار المؤتمر بدأت قوى الأمن الفلسطينية بكل المؤسسة الأمنية وأذرعها في وضع خطة أمنية لكل فلسطين أولا وبالتحديد لمنطقة رام الله، نتاج وجود المؤتمر في منطقة رام الله ووجود ضيوف أجانب في هذا المؤتمر وضيوف عرب من كل المناطق. الآن هذه الخطة تعتمد في الدرجة الأولى على مسألتين، على مسألة النظام العام في البلد وعلى مسألة المعلومات الاستخبارية. النصاب موجود لأنه فاق العدد كما قلت، يعني 1200 عضو، أكثر من 1200 عضو باتوا الآن في رام الله. نحن هنا من أجل المشاركة في المؤتمر السابع لحركة فتح، من أجل المشاركة في صناعة القرار الفتحاوي. طبعا نحن كفتحاويون نأمل أن يكون هذا المؤتمر رافع لحركة فتح وأن يعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة السياسية كما كانت في السابق.